تمام، حنكمل برضو هاي من ضمن محاضرة 15، ولكن البارت الثاني يعني من الباترن الثاني للميجر ديبريسيف ديسوردر هو عبارة عن السيزونال ديبريشن. بالنسبة للسيزونال ديبريشن، من اسمه ديبريشن بإيش مرتبط؟ ديبريشن مرتبط بالسيزن، معناها بما أنه مرتبط بالسيزن إيش حيكون في عنده الإبوسيد؟ حيكونوا ريكيرنس. متى الريكيرنس لإلهم؟ كل سيزن بتصير عنده هاي الأعراض. تمام؟ تمام. يلي بيحكي لنا اياه هو specific time major depressive disorder لمين related حكينا؟ للسيزن. طب كيف بدنا نميزه عن الانواع الثانيه؟ انه هاي الاعراض ما بتصير معه الا كل سيزن من هاي، يعني مثلا بصيبه اكتئاب بسبب الشتاء، كل شتاء من كل سنه بتصير معه هاي الاعراض، بس باقي السنه حتكون full remission عنده. اوكي، عشان اصنفه انه هو seasonal depression. يلي بيحكي لنا اياه انه seasonal depression، بحكي له seasonal affective disorder، هو type من الدبريشن. كيف تريجرد change of season and most commonly begin، متى أكثر نوع شائع لهذا النوع من الدبريشن؟ هو اكتئاب لما تيجي فترة الشتاء، بتبلش late fall نهاية الخريف. تمام، فget worse in the late fall or early winter and before ending in the sunnier day of spring، يعني نهاية الخريف. ومتى بيكمل؟ بيكمل بداية الربيع، يعني هاي هي فترة الشتوية بصير في عنده إيش؟ بصير في عنده هذا النوع من الدبريشن. إيش الأعراض اللي حيعاني منها؟ feeling of sadness، lack of energy، lose of interest in usual activities، يعني حتى الأشياء اللي كان يستمتع فيها بطل، over sleeping and weight gain. ومتى هاي الأشياء نفس أعراض مين؟ نفس أعراض الميجر ديبريسيف ديسوردر. أوكي؟ أوكي. طبعاً أوكي، هسا رح نحكي عنها لقدام. A person may also get a mild version of seasonal affective disorder، بحكي لها winter blue. يعني حتى الناس الطبيعيين، في عنا كونديشن للناس الطبيعية إيش اسمها؟ اسمها winter blue، زي ما حكينا بالمحاضرة اللي قبل عن البيبي بلو اللي كانت تصيب الومن الطبيعيات عادي، وهي مرحلة طبيعية، condition not a disorder. إيش بهاي مرحلة الوينتر بلو بيكونوا يعانوا؟ هي normal to feel a little down during the colder month. إحنا أصلاً بفترة الشتوية لما نشوف الدنيا هيك عم بتشتي وما ومثلا ما عم نقدر نروح ونطلع ونطش وهيك، فاغلب وقتنا بيكون ايش؟ احنا محصورين بالبيت يعني، فكل الاكتيفيتيز اللي بدنا نقوم فيها وين حتكون موجوده؟ بس بالبيت. فاحنا يعني هيك بنحس حالنا اصلا اكتئبنا، فقدان شغف، فيش اشي نعمله. فعادي هون بيحكي لنا انه to feel a little down during the colder month، يعني عادي انه نحس بهاي المشاعر خلال فصل الشتاء، وهي اسمها winter blue. يوم بي stuck inside، يعني انه احنا دائما بالبيت، and it gets dark early. اوكي اوكي، وهيك يعني بتغير، يعني المغرب كان يأذن بسرعه. تمام، فبنلاحظ انه الليل بيطول، فما في عنا حقيقي يعني انه النهار طويل عشان نطلع ونطش وهيك، وحتى لو كان النهار طويل اصلا بتكون الدنيا شتويه فما بنستمتع. طبعا هذا هيك محبين الصيف بيحكوا، انا من جماعه الشتاء. المهم، but full seasonal affective disorder goes by in this، يعني هاي الوينتر بلو للنورمال بيرسون. اوكي اوكي، ولكن الناس اللي عندهم الديسوردر ما بيوقف الموضوع هيك، يعني مش بس بينزل مودهم، لا لا، هو لسه يعني اخطر من هيك بالنسبه للاعراض. It's a form of depression، هي نوع من انواع الاكتئاب. Unlike the winter blue، هون عم بتاثر على الديلي لايف اريا، وحكينا انه عشان يكون ديسوردر لازم انترفير with daily activity area يعني. اوكي اوكي، يلي بيحكي لنا اياه، can people get seasonal affective disorder in the summer، يعني هل هو بس محصور بالشتاء ولا عادي بالسمر انه يصير معاهم؟ يس، الجواب هو possible ولكنه less commonly. بيحكي لنا اياه rarely، ايش اسمه بيكون هذي seasonal affective disorder بالنسبة للولتر؟ هون اسمه ايش؟ summer depression. start متى؟ late spring، اخر الربيع، or early summer، or اول الصيف. ومتى بينتهي؟ بفصل الخريف. هو less commonly، تمام، ولكن tend to come during الولتر. تمام، يعني هو خلص less commonly يعني مفهوم. هون حكينا احنا ما لهم الدياجنوستيك كرايتيريا، والدياجنوستيك كرايتيريا تبعهم نفس الميجر ديبريسيف ديسوردر، ولكن في عنا هنت، هذول الاشياء هنت بتساعدنا عشان نتوصل انه هذا عباره عن سيزونال ديبريسيف ديسوردر، هو باترن من الميجر. اوكي اوكي، اول واحدة ايش اللي بيحكي لنا اياه؟ there has been a regular temporal relationship، يعني في عنا علاقه ما بين ال onset of high episode in major depressive disorder and particular time in and a particular time of the year، يعني في عنا relationship لبداية هاي النوبة تبعية seasonal affective disorder
في عنا علاقة بين بدايتها ونهايتها بالنسبة لهاي السنة. فمثلا بالنسبة للاكتئاب الشتوي متى ببلش؟ ببلش آخر الخريف وبينتهي أول الربيع، هيك كل سنة بس هيك. فصار في عنا علاقة متى ببلش ومتى بينتهي. Don't include cases in which there is an obvious effect of seasonal related psychosocial stressor. بيحكينا أوكي هون عنا علاقة ببدايته ونهايته، ولكن ما نشمل الحالات يلي بيكون هذا الاكتئاب له سبب نتيجة السايكوسوشال ستريسور. ايش هم هاي انواع ستريسور؟ ممكن يكون مرتبط بكيس معين حدثت بهذا الفصل من السنة ادت انه يصير عنده اكتئاب. مثلا regularly being unemployed every winter، مثلا هو كل شتاء ببطل له شغل، اوكي بصير عاطل عن العمل. هون الاكتئاب بسبب ايش؟ بسبب انه هو ما في عنده شغل، اوكي، مش بسبب الشتاء نفسه. فبالتالي هاي ما بعتبرها سيزونال، بعتبرها انها هي سيزونال اسوسييتد وذ سايكوسوشال ستريسر. اوكي اوكي، هاي اول نقطه. ثانيا بيحكي لنا فول ريميشن اوكر ات ا كاركترستكس تايم اوف ذا يير. اوكي حكينا انه هذا الاكتئاب ببلش بنقطه وبينتهي بنقطه، اوكي. هسا باقي السنة يلي ضلت لازم تكون في عنده فول ريميشن، ما حصل معه ولا أي نوع من الاكتئاب، أوكي؟ أوكي. بيحكي لنا كمان In the last two years two major episodes have occurred that demonstrate the temporal seasonal relationship defined above and non-seasonal major have. أوكي بيحكي لنا آخر سنتين لازم يكون حصل معاه هاي الأعراض seasonal depressive disorder، يعني لازم، وما حصل معه ولا أي نوع من الدبريسيف ديسوردر الثاني. اوكي اوكي. وكمان السيزونال ايبوسيد سبستانشيالي اوت نمبر ذا نون سيزونال ميجر ديبريسيف ذات مي هاف اوكرد اوفر ذا انديفيديوال لايف تايم. وكمان خلال حياه هذا الشخص السيزونال ديبريسيف ديسوردر كانوا اكثر من الدبريشن يلي ما له علاقه بالسيزون. تمام تمام. ولكن اخر سنتين لازم ايش يكونوا؟ بس سيزونال. تمام تمام. يعني بيحكي لنا يا ذس باترن من الدبريسيف ديسوردر ليش ماله ريكيرنت. The essential feature the onset and remission of major depressive disorder لازم يكونوا at a characteristic time ثابتين، يعني كل سنة بيحصلوا بنفس الوقت. In most cases the episode begin in fall وهي حكيناها and remission by spring less commonly إنها تكون ب summer depressive episode. يلي بيحكي لنا إياه this pattern of onset and remission must have occurred at least 2 year period، برضو حكيناها، بدون أي نوع من non-seasonal. In addition كمان لازم يكونوا الأشياء seasonal أكثر من الأشياء non-seasonal خلال فترة حياة هذا الشخص. This specifier يلي بيحكي لنا إياه هاي المحددات ما بتنطبق على situation in which the pattern is better explained by seasonally linked psychosocial stressor، يعني ما دخلها باللي بيكون هذا الاكتئاب مرتبط ب psychosocial stressor زي seasonal unemployment and school schedule. بيحكي لنا إياه major depressive episode يلي بتكون seasonal pattern إيش بيكون في عندهم؟ بيكون في عندهم prominent energy, hypersomnia, overeating, weight gain and craving for carbohydrate. هاي الأعراض اللي بيعانوا منها الناس اللي بيكون عندهم seasonal pattern. طبعا كل هاي النقاط إعادة. بيحكي لنا هون بالنسبة للprevalence لا الwinter type seasonal pattern المرتبطة بالشتاء، تمام، تختلف حسب latitude، تمام، المناطق اللي ساكنين فيها، الage والsex. الage والsex نفس الأشياء تبعون major depressive disorder. بيحكي لنا prevalence increase with higher latitude، يعني الناس اللي بيكونوا بمناطق بعيدة، تمام، ايش بيكون في عندهم؟ الـ risk to develop seasonal pattern or seasonal depression disorder اعلى من الناس الثانيين. وكمان الـ age هو strong related for seasonality. وكمان بيكون انه الـ younger person higher risk للـ winter depressive episode. ليه؟ لانه الناس اللي بيكونوا هيك younger متعودين انهم يفوتوا ويطلعوا هاي الاشياء، فلما يقعدوا بالبيت نتيجة الشتاء حتزيد معاهم هاي الاعراض. والفيميل أكثر من الميل طبعاً لأنه البريفيلنس لإلها نفس الميجر ديبريسيف ديسوردر. وبس هيك بتكون كملت المحاضرة. يعطيكم ألف عافية.